بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الدرس رقم 206، ما زلنا مع الوحدة 16 تحت عنوان الطاقة، وهذا الدرس خاص بموضوعات نحوية، وهنا نراجع المسائل النحوية التي درسناها قبل، مراجعات نحوية يعني مراجعة، ما نأخذ قاعدة جديدة ولكن نراجع دروس النحو الماضية. فنقول: هل تتذكر هذه القواعد؟ ضع مثالا مناسبا مكان النقط. ضع مثالا مناسبا مكان النقط، يعني هنا في مكان النقط، نقط جمع نقطة، يعني هذه النقاط الموجودة، فنضع مثال. مثلا ضمائر الرفع المنفصلة، ضمير الرفع المنفصل المتكلم، كيف يكون مثاله؟ الرفع المنفصل، ضمير الرفع المنفصل، المتكلم والمخاطب والغائب، كيف يكون؟ وهنا ضمائر النصب المتصلة، المتكلم والمخاطب والغائب، فهنا نضع أمثلة. متكلم هنا ضمير الرفع منفصل، مثلا أنا أو نحن، وهنا مخاطب، وهنا مثلا أنت، وغائب هو، هذه ضمائر الرفع المنفصلة. وهنا أيضا النصب المتصلة، متكلم مثلا وهو ضمير الرفع، مثلا أعطيت ضمير النصب، فهنا إذا كان متكلم كيف يأتي، كيف يكون، وإذا كان مخاطب ما هي صورته، وما إذا كان غائب كذلك. بعد ذلك نأتي إلى النواسخ، نواسخ كان وإن، فنضع مثال، نضع أمثلة، وهنا نضع مثال أيضا لكان وإن، مثال يعني جملة حتى لو جملة صغيرة، جملة يعني قصيرة نضع، وهنا أيضا نضع جملة قصيرة باستخدام كان، كان محمد واقفا، كان زيد نائما، وهكذا. إن نضعون مثال لإن، وسميت نواسخ لأنها تنسخ المبتدأ والخبر، هذا معنى نواسخ. كان يسمى من النواسخ لأنه ينسخ المبتدأ والخبر، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، إذا دخل كان يتغير ما يكون المبتدأ والخبر مرفوع. وإن أيضا إذا دخلت على جملة ما يكون المبتدأ والخبر مرفوع، لا يكون مرفوع، ولذلك سمي نواسخ. نواسخ معناه ينسخ العمل، ينسخ إنفوتا كازيا مبتدأ خبر، هي كان إن زينفوتا كازيا مبتدا خبر بين مرفوع، وكان كينجيا يتبدلك، نإن كينجيا يتبدلك مبتدا خبر، تكوى جملة نجينة. وهكذا الحروف، نضع هنا حروف صحيحة وحروف معتلة، نضع أمثلة، نكتب أمثلة حروف صحيحة وحروف معتلة، مراجعة. وهنا إعراب المثنى، كيف يكون إعراب المثنى المرفوع والمنصوب والمجرور، كيف يعرب، ما هي علامة الإعراب؟ وهنا إعراب جمع المذكر سالم إذا كان مرفوع، ما هي علامة الرفع وهي علامة النصب علامة الجر، نكتب. إعراب الأسماء الخمسة كيف يكون إذا كان مرفوعة، إذا كان منصوبة، إذا كان مجرورة. وبناء الفعل الماضي كيف يكون، إذا يبنى، كيف يبنى الفعل الماضي على الفتح وعلى السكون وعلى الضم. ثم أخيرا نأتي إلى علامات الإعراب الأصلية، الضمة والفتحة والكسرة وسكون، نضع أمثلة لكل هذه الأربع. بعد ذلك نراجع أيضا مراجعة ثالثة، أعد كتابة الجمل التالية منفذا المطلوب بين القوسين وغير ما يلزم. أعد كتابة الجمل التالية منفذا المطلوب، يعني تتبع المطلوب، اتبع المطلوب بين القوسين وغير ما يلزم، يعني كل ما يلزم غير. فهنا سؤال الأول: شكرني المدير اليوم. فيقول المطلوب ما هو؟ حول الضمير إلى المفرد الغائب، حول الضمير إلى المفرد الغائب، يعني كيف يكون الآن شكرني المدير اليوم؟ المفرد الغائب كيف، ما هو؟ هو المفرد الغير، يعني لا، ليس المخاطب وليس المتكلم، ليس المخاطب وليس المتكلم، فيكون هنا ماذا؟ شكره المدير اليوم، حول الضمير هو شكرني الياء، هذا هو الضمير الياء، فإذا حولنا الياء يكون شكره المدير اليوم. والسؤال الثاني: كان الله غفورا رحيما، أدخل
إن على الجملة، يعني هذه الجملة بدل كان نضع إن، فيكون إن الله غفور رحيم، يتغير هكذا. والسؤال الثالث هكذا، حول الفعل الصحيح إلى المعتل، هذا فعل صحيح نغيره إلى معتل ونغير الجملة. أجب باستخدام المثنى المجرور مع من تتحدث، فهاتي الجواب باستخدام المثنى المجرور. وخمسة، كم ركعة صليت؟ أجب باستخدام المثنى المنصوب، من تغيب اليوم؟ أجب باستخدام المثنى المرفوع. فهنا نجيب عن هذه الأسئلة كما هو مطلوب هنا. نعم، مع من تتحدث، فيكون المثنى المجرور مثلا مع ولدين أو مع بنتين مثلا أو مع طالبين، لأن هذا المثنى مجرور علامة الجر الياء لأنه مثنى. وهكذا نكمل بقية الأسئلة. قسم باء، اختر الكلمة المناسبة من بين القوسين يستعين، فنختار الكلمة الصحيحة نضعها في الفراغ ونكمل الجملة. تدريب جيم، ضع الأسماء الخمسة التي بين القوسين في صورتها الصحيحة. إن هنا اسم من الأسماء الخمسة، أبو هريرة من أصحاب الرسول، فهل الاسم هذا من أسماء الخمسة يتناسب مع إن قبله؟ الجواب لا، فنغير، لأن إن حرف نصب، فالاسم هذا الذي بعده لابد أن يكون منصوبا بإن، وهو من الأسماء الخمسة، فيكون نصبه بماذا؟ نصبه بالألف، علامة النصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة، فيكون الجواب إن أبا هريرة، إن أبا بدل من أبو، إن أبا هريرة، لأن الأسماء الخمسة تكون مرفوعة بالواو ومنصوبة ومجرورة بالألف، فالجواب الصحيح إن أبا هريرة من أصحاب الرسول. ونكمل بقية الأسئلة إلى سؤال الخامس، ويكون بذلك قد انتهينا من هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.